خرق جديد استهدف هذه المرة ضريح السيد محمد بقضاء بلد الملقب بسبع الدجيل بعد استهدافه بأربعة انتحاريين انغماسيين لم يتمكنوا من اقتحام المرقد ليقوموا بتفجير أنفسهم قريبا منه، والضحايا أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح. في الواقع الاستهداف ليس هي صواريخ منطلقة من قاطع الجزيرة، وإنما هو استهداف انتحاري انغماسي، يعني بهيئة حشد الشعبي أو قوات أمنية دخل استهدف المرقد الشريف والمحلات المجاورة له، وتم الاستهداف بالرمان وبالصواريخ اليدوية والانغماسيين الانتحاريين، ولا يوجد أي صاروخ انطلق على قاطع البلد. يعني كل ما هو ذكر أنه تم إطلاق صواريخ من قاطع سرايا السلام إلى بلد، هذا خبر مكذوب بصراحة. قام العدو بعمل خائب وجبان في يريد يرجع ما قام به من خيبة أمل في انتصارات جيشنا وحشدنا والقطاعات الأمنية في كافة القطاعات وخاصة في الفلوجة. عمل الخائب كان ينوي أن يستهدف أمتنا واللي نفديهم بأرواحنا، ولكن هذا العمل خيب أمله بانفجارهم خارج الصحن بالتصدي من قبل القوات الأمنية الموجودة والحشد وجميع الناس اللي كانوا موجودين ضمن الزوار. سرايا السلام وبعد التفجير بساعات استلمت المهام الأمنية للطوقين الأول والثاني للمرقد بالتعاون مع القطاعات العسكرية الأخرى، فضلا عن وصول قوات أمنية جاءت من العاصمة بغداد. حاليا في بلد هو كل الأطواق الأمنية السابقة لم تقصر بصراحة، ممسوكة من قبلها، وسرايا السلام بدأت يعني تمسك الصحن الشريف من المداخل، الطوق الأول والثاني لحين استتباب الوضع الأمني، والقوات الأمنية أيضا يعني كثفت وجودها الآن، أكو أفواج دخلت من مدينة سامراء من مدينة بغداد إلى مدينة بلد. لولا الخطة الأمنية لكان الخرق أكبر، ولكن دفع الله ما كان أعظم، وكانوا منتبهين قطعاتنا الأمنية الموجودة ضمن الخطة اللي ممارس عليها عدة مرات بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية الموجودة هنا من الجيش والشرطة والحشد. مراقبون للمشهد الأمني تحدثوا عن ضعف المنظومة الاستخباراتية التي لم ترتقي إلى مخططات داعش وما ينفذه من عمليات إرهابية آخرها تفجير الكرادة ومرقد السيد محمد بقضاء بلد. اليوم خطط يعني جهاز الاي دي او الخطط الامنيه الموضعه اليوم اصبحت سهله الاختراق من قبل عناصر تنظيم داعش، يعني اربع احزمه ناسفه تدخل الى مرقد ذا حراسه امنيه مشدده، يعني هذه يحتاج لها الى اعاده ترتيب الخطط الامنيه والعنصر الاستخباراتي والامني في جميع مناطق العراق. هادي العنبقي، الحره.